خلينا نروح ونعرف من سارة بالضبط كواليس هذا اللقاء والاستعدادات كمان ل 2024. سارة صباح الخير عليكي في البداية. صباح النور. اهلا بيكي ومنورانا في 10 الصبح في الاهلي. وخلينا نبدا كده يعني باريس 2024، واحنا عارفين ان انتوا من دلوقتي بتستعدوا ليها ودي حاجه محترمه جدا، وكان في امبارح برضو يعني زياره لسياده الوزير وكان في اجتماع ودار اكيد كواليس كتيره، لو تطلعينا عنها يا ساره اتفضلي. هو الست الوزير اتكلم معايا في ان شاء الله يعني ان انا اركز دلوقتي على الاولمبياد، وقال لي ان هو واثق فيا ان انا بطولات العالم بجيب فيها ميداليات على طول يعني، فقال لي ما زعلش لو يعني المشكله ما اتحلتش لسه وما قدرتش ان انا اشارك في بطوله العالم الجايه دي. انا كل هو يعني حلمه بطوله الاولمبيات مش بطوله عالم. بصي انت معودانا على الميداليات وفريو، انت حصلتي على البرونزيه ويعني وكنا متاكدين انت ممكن تحققي الذهبيه في طوكيو، ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل زي ما بيتقال. بس خلينا نعرف برضو منك ازاي ده كان دافع، دايما بيكون اي صعوبات الواحد بيواجهها بتبقى دافع لبعد كده. اكيد انت حاطه طموح في باريس 2024 بس اكيد عندك خطه لده برضو، فخلينا نعرف منك يا ساره بالظبط ايه اللي انت ناويه عليه ان شاء الله الفتره دي كلها. هو انا الحمد لله يعني بدات تاني اتمرن وبدات ارجع لمستوايا، فانا يعني ان شاء الله حاطه هدف قدامي ان انا في الاولمبيات الجايه ان شاء الله يعني اول ما ادخل يعني بدل ما انافس على البرونز لا انا هنافس على الذهب، وكمان ممكن ما انافسش ان شاء الله يعني ابقى داخله ضمن الذهب باذن الله. ربنا يكرمك ويوفقك وبنتمنى لك اكيد كل التوفيق. وبعدين مفيش كلام على برونز ولا فضه، خلاص في تصريح من سيد الوزير شخصيا بان انت متخصصه ذهب، يبقى ده تخصصك يا ست الكل وده اللي احنا مستنيينه منك ان شاء الله. ربنا يكرمك ويوفقك باذن الله. نورتينا. انا متفائله جدا بباريس 2024. خلي بالك من حاجه، لان طوكيو كان فيها بعض المشاكل ده غير الكارثه العالميه اللي احنا بنتكلم عنها والكوفيد، لكن 2024 فيها امل كبير، لان من دلوقتي كل ما بنقعد مع حد في رياضه ما يعني بيتكلم ان احنا بنستعد من دلوقتي. صحيح. احنا عندنا امل، احنا عندنا يعني رغبه، مش فكره ان انا اروح امثل تمثيل مشرف زي ما احنا كنا بنسمع في الماضي الكلام ده او الخطوه دي او يعني الفتره دي عايزينها تعدي بقى. احنا دلوقتي بنتكلم ان التمثيل المشرف ده مش كافي لينا خالص، ولا الطموح اللي الشعب المصري بينتظره من ابطالنا. فباذن الله لا يبقى في ميداليات ويبقى في كلام تاني تماما في باريس 2024. ده في عمر يا نهوان بيجري بالواحد وهو بيسمع جمله تمثيل مشرف. احنا بالنسبه لنا التمثيل المشرف هو الانجازات والميداليات بس كده عشان تبقى الصوره واضحه.